تواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام وشوطنا الخامس على التوالي، من ينطلق ايضا حاملا الابكار في هذه اللحظات الجميله. نسير مع الصداره والمقدمه هرى ناصيه وخميس بن عيسى بن خميس بن رويه الاخيلي مع البدايه الاولى، بينما المركز الثاني ايضا والواصله بشعار طرشوم، ايضا من يتقدم سلهوده طرشوم صالح بطرشوم العامري مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز ارى ايضا حشيمه مع سهيل بن سعيد بن سعيد بالقطري الاخيلي مع المركز الثالث، رابع المراكز والقدوم ايضا تحمل الرقم واحد متعبه مبارك بن جمعه بن مغير الاخيلي، بينما ارى شعار راعي فرحه مع المركز الرابع، بينما الوصول ايضا مع عفو لمبارك بن راشد مبارك بن راشد محمد الاخيلي ايضا مع سادس المراكز. يا سلام، عودتنا الى البدايه، عودتنا الى المقدمه، ما شاء الله وتبارك الله، انطلاقا هناك مع الصداره والمقدمه نرى التحديات مع بن رويه الذي ينطلق مع البدايه الاولى، ما شاء الله وتبارك الله بهذا الانطلاق الجميل، بهذا الانطلاق الرائع، هناك من ينطلق ما شاء الله تحديات ولا اروع مع البدايه الاولى مع الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، يا الانطلاق الله، يا التحديات يا البدايه يا الانطلاق، هناك ايضا مع هذا التحدي الرائع والجميل. يا سلام، عودتنا الى عفو مع الصداره، عفو مع البدايه، هناك مبارك برايد محمد الاخيلي مع المركز الاول مع الصداره والبدايه، الله يا عفو الله يا عفو، ولكن طرشوم مع سلهوده، ارى راعي فرحه من الجانب الاخر، هناك تحمل رقم خمسه، الله مدلله يا سلام، ولكن بن رويه غادم، بن مغير غادم، الكل غادم، تحديات هنا مع الاصايل، يا سلام، الله الله الله، يا رقم واحد هنا متعبه متعبه متعبه، عفو من الجانب الاخر، ارى ايضا منوه احمد بن محمد بن رويه الاخيلي لمن الانتصار الاقوى، منوه غيرت الى الصداره، منوه غيرت الى البدايه الاولى، منوه طارت مع البدايه، عفو مع المركز الثاني، ولكن منوه سلام يا راعي المايديه سلام، بينما المركز الثاني عفو ايضا مع مبارك بن رايد محمد الاخيلي، بين ثالث المراكز متعبه مبارك بن جمعه بن مغير الاخيلي، بينما الوصول ايضا مع رابع المراكز، هنا ايضا تحمل رساله محمد بن حمد مبقوت العامري، بينما الوصول هنا برقم خمسه مدلله شطيط بن محمد بن شلبوت الاخيلي، تهانينا والف مبروك.